استضافت مملكة البحرين ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ورشة العمل الإقليمية الافتراضية لخبراء الحكومة الإلكترونية 2021 المرتبطة بتقرير الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية. وجاء تنظيم هذه الورشة التي تمت عبر تقنية الاتصال المرئي في إطار دور الهيئة الرائد والمتميز على المستويين الإقليمي والدولي والمتصل بتنمية الحكومة الإلكترونية ودعم منظومة التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية، إلى جانب مناقشة طرق تحسين مؤشرات القياس بتقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية. من منطلق مناقشة طرق تحسين مؤشرات القياس بتقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية ومواكبة التغيرات السريعة التي يشهدها العالم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والوقوف على مجمل القضايا والتحديات المتعلقة بمؤشرات تطوير الحكومة الإلكترونية إلى جانب تبادل المعرفة والتجارب الناجحة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية مع مختلف دول العالم. أطلت وعبر تقنية الاتصال المرئي ورشة العمل الإقليمية الافتراضية لخبراء الحكومة الإلكترونية المرتبطة بتقرير الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية التي جاء تنظيمها تأكيدا على ذلك الدور المتميز الذي تلعبه البحرين على المستويين الإقليمي والدولي والمتصل بتنمية الحكومة الإلكترونية. الهدف هو يعني تنمية على مستوى دول العالم، وطبعا احنا نركز على مملكة البحرين دول مجلس التعاون، تقديم خدمات أفضل والمساهمة في تنمية الخطط التنموية في المملكة. من خلال طبعا هذه الورشة نريد أن نؤكد على دور دول مجلس التعاون وأهمية منظومة دول مجلس التعاون في تقدم برامج حكومة إلكترونية والاستماع طبعا للخبراء لتطوير التقرير. أيضا راح تذكر دول مجلس التعاون قصص النجاح، أبرز المبادرات الإبداعية اللي راح تفيد التقرير في وضع المؤشرات حول هذه القصص النجاح. ورشة كانت قد شهدت مشاركة واسعة من خيرة الخبراء والمتخصصين والمتحدثين وكبار المسؤولين في الحكومة الرقمية وقطاع تقنية المعلومات بدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية ومن جميع أنحاء المعمورة، إلى جانب نخبة من ممثلي الأمم المتحدة، الأمر الذي عكس حرص الدول المشاركة على إيجاد الطرق الفعالة لتحسين الخدمة العامة والدفع نحو إدراج مؤشرات قياس أداء الحكومات الإلكترونية الواردة في تقرير الأمم المتحدة ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية ومؤشرات أدائها الرئيسية لمختلف الدول لضمان النهوض بمستويات تقديم خدماتها بغية تحقيق التحول الرقمي الشامل في الأصعدة كافة. التوصيات طبعا يعني تطوير التقرير، آليات التقييم، طريقة احتساب المؤشرات، ويعني بما يفيد لدفع مختلف دول العالم ل يعني التقنيات المستقبلية. أن هناك في اهتمام واسع من مختلف دول الخليج وكذلك دول الخليج العربي بشكل عام لتحقيق متطلبات المستويات المتقدمة للتحول الرقمي بشكل عام والحكومة الإلكترونية بشكل خاص. تم توظيف أفضل ممارسات وأيضا توظيف تقنيات الحديثة بما فيها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة اللي نتأمل بإذن الله أنه يكون لها أثر كبير في تمكين الرؤى والتوجهات الوطنية لهذه الدول، وكذلك دعم التنمية الاقتصادية لجانب بناء مجتمع رقمي. الورشة انطلقت بسلسلة من العروض التقديمية من قبل خبراء الأمم المتحدة ومبحرين في مجال الحكومة الإلكترونية والتنمية، تلتها مناقشات حول مؤشرات تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية ليتم تخصيص الجلسة الأخيرة منها لعرض التوصيات التي سيتم تقديمها إلى إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية تمهيداً لعرضها على فريق الخبراء.